أنا ما طيب نسمع التنويه عند عادل إذا تسمح لي يا سعد. في فقرتك أستاذ ناصر، يطول بعمرك. طبعا قضية الأستاذ ركان بن ملهي وقضية الأستاذ وليد قشران تبرعت بها لوجه الله للإخوان في الكنترول لسبب ليس لمحبة الوليد وركان، بل أحبهم جميعا، ولكن أنا يوم الجمعة مشخصنها مع الإعداد وقضايا كلها حتكون ضد الإعداد. تبرعت يا وليد عادل، تبرعت تبرع لأنها قضايا محسومة. جزاك الله خير. فأنا شخصنتها مع الإعداد واسمح لي حنا. فكان الله في عون فهد معيان يوم الجمعة. طيب سعد لبيك آخر واحد عشان نبدأ مسابقة. أنا بتكلم